بقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما ومحدش ضامن الأيام، يا بخت اللي ندم حاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عارفينها في يوم ما نسيبها واخدين إيه؟ مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة، ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه، نصيبك كله حيصيبك، لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح. حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز اللي القمر سبحانه منصور منور ليك، تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتبقى الدنيا ملك ايديك. فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟ طيب ناس بتلاقوني معودين على القتل، ليش تجدد وحمزة؟ كافين يقتلوه بكل بساطة؟ كانوا عايزين يخوفوه، بس ده اللي كان عقلي بيقوله لي دايما. أقولك على حاجة، مجدي ما كانش عايز يخسرني، أصل مجدي كان راجل قوي على رأي فرج، قوي قوي. طيب ليش تخوفوه بس؟ أنا مش فاهمة، أنت بتسألني على حاجة جواهم، أعرفها إزاي؟ مين اللي قال إنها جواتهم بس؟ هي دي الأسئلة اللي ما بتخلصش. لا لا، مش منطقي تكوني جوات القصة وما تعرفي كيف فكروا بالموضوع. كانوا فاكرين إنه هيخاف ويبعد. لا بس فعلاً مجدي راجل على رأي فرج برضو أوي أوي، وطبعا حمزه ما بعد الموت نهايه واحده لكل شيء، لكن الاختلاف كله في التفاصيل، مش هيك كتب حمزه؟
لا، اخطف مين واخطف ايه؟ انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده. انا حياتي اكبر من ان ابص تحت رجليا. انا مش ممكن افكر في حاجه زي كده. عارف يا حمزة، النتيجة الطبيعية لوجودك في حياتي انك تموت. بس انا ما عملتش كده. سألتش نفسك ليه؟ لاني مش هخليك خصم ليا. الحاجة المهمة، الطريقة الوحيدة للتعامل معاها هي القتل. عملت ولا حاجة. شوية تراب جم على جزمتي وسخوها. عمرك ما هتبقى خصم المجدي أديب. عارف؟ عارف أوسخ حاجة ممكن تيجي للبني آدم هي إيه؟ إنه من كتر ما هو مغرور يفتكر إنه ممكن يتحكم في كل حاجة. حتى في حياة الناس. الغرور ده بيوصل له الواحد لما يكون ناقصه حاجة، هبيضحك على نفسه عشان يبالي الناقص. عشان كده بقول لك إن أنت مغرور. أنا جيت لحد عندك وقلت لك إن مفيش حاجة بيني وبين مراتك، بس عشان أنت عندك النقص ده ما صدقتنيش وعملت الحركة الخايبة بتاعتك دي. الحركة الخايبة دي اللي مخليك عايش لغاية دلوقتي، فاهم؟ تفتكر تفرق كتير؟ اه طبعا تفرق كتير. يومين جداد زادوا من عمرك، وانا اللي زودتهم. وبإيدي امحي اليومين دول خالص. يعني انت كنت حاسه انه بعده عايش؟ حاجه جوايا كانت بتقولي كده. مش غريب شوي؟ حاجه صعبه تتوصف، بس كنت متاكده انه طالما انا لسه عايشه يبقى هو كمان عايش. ذكرتيني فيلم حبيبي دائما تبع نور الشريف وبوسي. كلامي فيه كتير من حوار الفيلم. حبيبه، حمزه مات وانت بعدك عايشه. رائع وضعي، دخيل عرضي، حكيك هيك كله مفكفك وملكلك. الله يرحمك يا حمزه، هبلت للمخلوقه. ومين قال لك ان انا عايشه؟ انا اللي مجنني ان انا عارفه ان هم اللي عملوا كده، بس لا قادرة أواجه مجدي ولا عارفة أسكت وما أتكلمش. ومجدي، مجدي بيتعامل معاكي إزاي؟ عادي، لكن مفيش حاجة، لكن كل اللي فات ده ما حصلش. حبيبة، أوعي تتكلمي معاه عنه. أنا لو فضلت كده هموت. ولو اتكلمتي معاه عنه هتموتي برضه. حبيبة كانت حالتها زفت، يمكن لو ما كنتش جنبها كانت حاولت تموت نفسها. ساعات بتحس ان وجودك في الدنيا ملوش اي لازمة، وبيبقى قرار انك تنهي حياتك ساعتها اقرب قرار لك.
عمرك حسيت ان حياتك ارخص من تمن الرصاصه؟ لو ما حسيتش الاحساس ده قبل كده انا لازم تشكرني، لان حطيتك في محنه. مش عارفين نودي جمالك فين بصراحه، انت راجل محترم. المحنه دي بقى هتخليك تبقى كويس وتعرفك حجمك قد ايه. المحن بتعلم، والمحن كمان يقعد بيعلم. تفتكر يعني انا مش فاهم انا فين؟ ومش عارف ان انت ممكن تقتلني في اي لحظه. ومش انت اللي تقتلني، اي كلب من رجالتك. ويوم ما جيت لك المكتب كنت عرفتك كويس قوي، وبرضه جيت عشان امشي عيل وسخ. الموقف ده بقى يخليك تعرف حجمك قد ايه، وهيفضل محفور هنا جواك. انا بقى فلما انام جنب مراتي اخليها ما تفكرش لحظه ان عملت منك قيمه وبقالك تمن. في جزء من الرواية بيقول انك فكرتي مرة بالانتحار، مظبوط؟ مفيش واحدة اشتغلت الشغلانة دي ومفكرتش تعمل كده. امال هتفكر في ايه يعني؟ يعني انا ما بنكر انه حياتك مثل الزفت، بس كمان بقدر افهم انه واحد يفكر بالانتحار مع مين هي حياته، واذا غيرها مش افضل؟ الانتحار أكثر طريقة درامية للموت. الفارق فيها هو الظن أنك من يجلب الموت إلى نفسه، لكن الحقيقة أنك مجرد سبب لمصير محتوم مكتوب عليك لا تستطيع تغييره. يا رب عبالي موت. يا حبيبة شو عم تستهبلي تقولي؟ شو هالحكي بلا طعمي؟ والله العظيم مش طايقة حالي. كله منك يا كارين. رجعنا على نفس الحديث. ايه رجعنا على نفس الحديث. لشو جبتيني كارين؟ هلقد كنتي مقهورة انه انا مش مثلك؟ على كل حال صرتي مثلي واضرب. جبتك لحتى تعيشي حياة احلى. لكن العيش البشع كيف بتكون؟ كارين منك حاسة بالرخص اللي نحن فيه؟ نحن جواري بنبيع بفيترين. نشرح كل يوم قدام اوسخ عالم. مانك حاسة؟ ايه بس عم نطلع مصاري قد مدرى البنوك. يا عمي يا ريتني بطلع مصاري قد الكناس اللي بالبنوك. على قليل هيدا عنده كرامة، عنده عائلة، عنده حياة عادية مش مثلنا. حبيبة انت عم تحكي هيك هلا لأنك مأمنة حالك. افترضنا قاعدة ومعك ولا ليرة أكيد ما كنت بتقولي نفس الشيء. العيشة اللي عيشتيها هلا إلها تمن حبيبتي. شو فكرك انت رح توصلي لهون ببلاش؟ ما بدي إياها العيشة. الحق علي تبطرت عن نعمة. عما كانت الخياطة تبع أمي. خلص حبيبة بشرفك خلص، كل يوم نفس الحكي. وناصر، ناصر اللي فكرته رح يحميني من هالقرف كله طلع مثله مثلهم. بدي أعرف هالرجال من وين بتحس. قصدي كيف بتحس؟ بحسوا أصلا؟ فيكي تاخدي من ناصر اللي بدك إياه، هالشي بإيدك. ناصر فيه جواته شيء كتير حلو، استفيد منه. مشكلة كبيرة انك تبقى عايش زي الطيار ومضطر تتعامل مع ناس عقليتها واقفة على الارض، مهمين بالنسبة لك وكل حاجة وبتتعامل معاهم وعايش معاهم، بس دايما بتحس ان هم مش معاك على نفس الخط. وده الفرق بين سارة وحبيبة، فرق كبير. اسمع يا سيد،
أول ما مجدي يروح لها تبلغني على طول. نفذ اللي بقولك عليه وخلاص. سلام. نعرف ايه اللي حببتيه ده؟ انت ليه مستغرب يعني ان انا بغير عليك؟ تغير عليا تعملي زي العيال الصغيره؟ فكرتيش في شكلنا قدام موظفين الشركه؟ زماننا بقينا لبان بقوه. بصراحه ما قدرتش امسك نفسي. قدرتيش؟ اه واضح انك خلاص قدرتيش تميزي بين الصح والغلط. يا صافي احنا لا سننا ولا شكل حياتنا يسمح بالتصرفات الهبلة دي. انا اسفة. خلاص بقى اللي حصل حصل. باين قلتلك 100 مرة ليلى دي زي بنتي. انا لو في حاجة بيني وبين ليلى كنت اديها اجازه من الشركه. بصراحه بقى لما عرفت ان انت رحت لها اتجننت. حبيبتي انت ما اتجننتيش لانك طول عمرك مجنونه. مجنونه بيك. عشان بحبك. والله العظيم بحبك. مفيش راجل ما بيحبش ان مراته تغير عليه. يمكن ده اللي بيخليه سامحها على اي تصرفات مجنونه بتعملها. كانش ينفع اسيب الباب مهرب. والمره الوحيده اللي سبت فيها الباب دخلت حبيبه مني عشان تشاركني في اهم حاجه كنت بملكها في حياتي. عشان كنت اضعف من اني اخد القرار. طبعا هيدا قبل ما تشوفي الموت بعينيك. قصدك على اللي حصل في الاتيليه؟ شو بتعرفي عن عيله الزهار اللي عملوا هيك؟ كانوا بدهم يقتلوا ناصر ومجدي. ما كانش ليا أي علاقة لا بشغلهم ولا بمعارفهم. بتعرفي أنا ولا مرة بحياتي دخنت. كنت خاف من بي. أعطيني سيجارة طالما بي مش هون. طالما كده كده ما بتشربش بلاش. عادة زي الزفت اصلا. طب برأيك عيلة الزهار ممكن يكون لهم ضلع بقتل حمزة؟ ومال عيلة الزهار ومال حمزة؟ لأنه بركي بدهم يورطوا مجدي وناصر وبقية البوطة يعني. أنا من ساعة ما شفت البت لولا دي وأنا قلت عليها بت مش تمام مش مظبوطة. انت بتقول كده ليه؟ علشان ليلى كانت مع سيد اخويا من اول ما اشتغلت عند مجدي. معاه؟ معاه ازاي يعني؟ معاه يا بيبي معاه. فايه بقى اللي يخليها تيجي تسيع عليكي وتقولك انه بيضايقها وان مفيش حاجه بينهم وجو ده هو؟ مش عارفه بس يمكن هي ما كانتش عايزه تقولي حاجه عن حياتها. او هي فعلا عايزاه يبطل يضايقها. طول عمري بقول عليكي طيبه يا بيبه. اشمعنى؟ اقولك شوفي يا ستي، ليلى اول ما رسمت رسمت على مجدي ورسمت عليه كتير، ولما ما لقيتش منه رجا سيكت مع سيد اخويا. فايه بقى اللي يخليها تفك منه دلوقتي؟ معرفش. أكيد في حد جديد. حد زي مين؟ شوف أنت بقى، يعني واحدة أول ما رسمت رسمت على مجدي، تفتكري دلوقتي هتكون بترسم على مين؟ مروان. شطورة يا بيبة. موضوع عيلة الزهر ده لازم يخلص يا فرج.
وبسرعة. فاكر لما قلت لك اتقل على الراجل ده؟ انت ما تقلتش. جرى يا فرج؟ ما انت اللي رحت قتلته ولطيتنا. لطيتنا؟ ما انت عارف الرصاصة كانت رايحة فين؟ أنا غيرت اتجاهها. لو كانت الرصاصة دي رايحة في حتة تانية كنت سبتها تروح وترشق. جاتك نيلة. قال لي يا بابا علمني السداخة، قال له تعالى في الهيفا وتصدق. في إيه؟ عيلة الزهار دي عيلة كبيرة وإيديها ضايلة وبيشتغلوا في كل حاجة، يعني لازم نقعد نفكر ونخطط مش نقعد نهرج. بس بعون الله أنا خليها تمطر عليهم كخ. لا قول بعون الله هتمطر عليهم دم. جرايا دي طب هو خلاص على انتهى حرب، واحد يقول لي كخ واحد يقول لي دم. لغاية كده ومجدي لازم يجي يحضر الحوار ده. صح، الراجل ده بيتكلم صح. اطلبه يا ناصر، خليه يجي عشان نرسع اللي هيتم. امسك. هات. انت ليه ما قلتليش انه كان في حاجه بينك وبين سيد؟ على فكره حبيبي انت فاهمه الموضوع كله. انت حره في حياتك في اللي بتعمليه، بس ما تدخليني في حدوته من حواديتك. ما ينفعش تضحكي عليا. انا ما كنتش عايز اقولك على الحكايه كلها لان موضوع سيد ده غلطه، غلطه بتجري ورايا ونفسي اخلص منها. انا مش سالتك لو في حاجه بينك وبينه وقلتيلي لا. خفت. خفت يا حبيبي؟ خفتي؟ خفت من ايه بقى؟ خفت لا شكلي يبقى وحش قدامك مثلا؟ وشكلك دلوقتي ايه؟ حلو؟ خلاص بقى انا عارفه اني غلطانه، متزعليش مني. وايه بقى اللي جد خلاكي عايزه تخلصي من سيد؟ زهقت يا حبيبه، حياته كلها قرف وملل وخوف، بوظ لي حياتي. يعني مفيش حد تاني؟ حد تاني ايه الهبل ده؟ اكيد لا طبعا. بصوار. ازيك يا حبيبه؟ اهلا يا مروان. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا مروان. طب انا همشي بقى بيه عشان اتاخر. باي باي. باي باي مروان. باي باي. عامله ايه؟ تشرب حاجه؟ اكتشفت ان كل حاجه في حياتي غلط. قرار ارتباطي بسيد ومروان، حتى لجوء الحبيبة. ازاي اطلب منها طلب زي ده وانا عارفة انها ممكن تعرف الحقيقة؟ غبية. بقالنا كتير قوي ما عدناش القعدة دي، بقت المصايب بس هي اللي بتجمعنا. عشان انتوا غاويين قرف وما تحبوش الا القرف. ما احنا كنا حلوين وكان ممكن نكمل حلوين. فاكرين يا جماعة ما كنا بنروح نحشش في بيتنا في الأزاريطة احنا وصحابنا، وماما الله يرحمها كانت ترقص، وعم النوي يطبل وعم سقسق يزمر. كانت أيام. الله يرحمك يا ماما، كنت ترقصي حلو قوي قوي. وحشتيني. ايه وحش؟ همي ضحك وهمي بكي. عارف يا مجدي، زمان أيام اسكندرية أنا والعيال دي ما كنا بنحس إن في هواء داخل علينا وشكلها هتضلم بجد. كنا بنقعد قعدة زي دي وبنخرج منها عارفين هنعمل ايه، ما كناش بنخاف. محدش قدر ابدا ينزل لنا كتف من زمان، من زمان قوي. معرفش ليه لما بسمع كلمة زمان دي بشم ريحة يود. بابا مش عايز اقول غير كلمتين بس. ايوه احي. ده ايه العيال المتخلفة اللي احنا قاعدين معاهم؟ هو احنا يعني لازم نفكر واحنا مشدودين؟ ما ينفعش نفكر واحنا فكين. لازم نعمل كده اورتي كارميشن. المهم العيلة الوسخة دي زمانها قاعدة دلوقتي زي المرة اللي عاملة عاملة ومستنية تتطلق ومش عارفة امتى. هو ده بقى المفروض اللي نرغي فيه. امتى؟ هي امتى دي وازاي؟ اللي يعرفها فرج شبل هو اللي فاهم كل حاجة. بدل ما المرة الجاية تظبط معاهم اروح اعيط لهم بقول لهم خطفت مراتي ليه؟ كان عايزين يموتونا يا فرج. دي مش عركة في بحر يا مجدي، ولا جوز شباب عكسه بنت خالتك ورايحين نكسر قهوة. ده الدم هيبقى كتير قوي، هيملى جراكم. ساعات ترطشة الدم بزيادة بتبقى هي الحل. مش عشان عيلة الزهار علمت علينا، إنما عشان بتوصل رسالة.
بتقول ان انا خط احمر، فاهم؟ طب بسم الله اقولكش كده، احنا ما اتعلمش علينا ولا حد يقدر ولا يعرف، واكبر دليل ان انتوا الاتنين عايشين وبتحششوا، والاصطفانة اللي جايبها وطعم الشنبات اللي حاول يخطف حبيبه كله فوق، الله يرحمهم اموات. اسمع يا مجدي، حسين الزهار مش هينفع ان القطل لوحده كده، زي ما انا قايل لك يا ناصر، عيلة الزهار دي عيلة كبيرة ومتقسمة مجموعات، مخدرات قمار سلاح ودعارة، يعني ما يتخيروش عننا. فكل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نقطف من كل بستان وردة. امتى وازاي وفين؟ نخلص من الروس الكبيرة، القبضايات اللي في العيلة، المخاخ اللي بتفكر لهم وتدور شغلهم. ومستني ايه؟ متنفذ يا فرج. متنفذ يا فرج؟ وانا ليه بقول لهم مجدي يجي يهدي الموضوع؟ انتوا يا جماعه ما تفكروش اللي في صوابعكم؟ محدش بيستعمل ده. ولع فرج، احنا لازم نضربهم على عينيهم قبل ما يفتحوا. اعتبره تم يا طيار وبطل فتشي. بس صدق قالها عجبتني حكايه نقطف من كل بستان ورده دي. فكرتي على رأي دودي. اقطف. وطبعا مجدي كان حاسس انك اتغيرت كتير بالوقت اللي كان حمزه مختفي فيه. ها، كل كلمه كان بيقولها ساعتها كانت بترمي على حمزه، بس طبعا من تحت لتحت شغل نسوان يعني وكده. طب ما كان بيبين عليك انك عم تفهمي قصده؟ تعرف ساعات كنت بفكر أقوله على كل حاجة، بس خوفي على حمزة كان أكبر من خوفي على نفسي، وخصوصاً أني ما كنتش عارفة هم عملوا فيه إيه، وكمان ما كنتش عايزة أستفز مجد أكتر من كده. وناصر؟ لا، ناصر ده كان مستنيه خبور كبير قلب الترابيزة على الكل. حكيلي. شايف ان السجاير بقتش بتفش خلقك، ما تشيش. انت عايز ايه؟ عايزك تظبطي عشان العشم واكلك. قصدك ايه؟ وانت صحيح في حاجه ضايعه منك؟ بس شايفك كده مش على بعضك. طب قولي لي ايه اللي ضايع وانا ادور معاكي؟ مش انا برضه جوزك؟ بصراحه في حاجه ضايعه مني، وانت كده كده لازم تعرف. العقد الالماز اللي جبته لي من باريس ضاع، ابقى دور لي عليه. هنقلل مقابلاتنا شوية لحد لما نشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. انا خايفة يبعدوك عني يا مروان. محدش يقدر يبعدك عني، احنا بس هنهدي اللعبة ونشوف ايه اللي هيحصل. باباك مش سهل، ده ممكن يقلف لي اي حوار عشان يكرهك فيا. انا هنزل البيبي. اوعي تعملي كده، لو عارفوا اني حامل هتبقى مصيبة يا مروان. شيلي الفكرة دي من دماغك خالص لحد لما نشوف هنعمل ايه، عشان خاطري واوعدك كل حاجه هتبقى اوكي. I promise.
استنى يا سيد عايز. واخرتها ايه يا سيد؟ هتفضل لابسني وش الكلب ده كتير؟ ما تقدر يالا نفسك خلاص. ما قلت لك حقك عليا. في ايه؟ بعدين ما انا مرسيك على الدور من بدري وقايل لك هتعمل الغلط من ورايا مش هرحم امك. ما تجيش بقى دلوقتي تتقمص لي زي النسوان. تعرف يا فرج؟ انا حتى مش طايق ابص في وشك. انا عارف اني اتغبيت عليك بس انت اللي عملت في نفسك كده يا سيد. انا اللي عملت كده في نفسي ولا البرجام اللي سواحك؟ عيب عيب لما اتكلم اخوك الكبير كده. انت اخر واحد يتكلم على عيب يا فرج. واحد يعني ايه اخر واحد؟ خليني ساكت احسن. لا اتكلم. ما احبش انا حد يرمي لي كلمتين في كيس ويسيبهم لي على حجري ويجري. طلع من كيسك واديني عشان اللي حصل معاك مش بعيد يتكرر. لا بعيد يا فرج. وانت ما تعرفش تعمل معايا حاجة عشان خايف لا اتكلم. نعم يا روح امك. من امتى ده اخوك فرج بيخاف؟ عشان اللي اعرفه يخليك تخاف. فوق بقى من اللي انت فيه بقى فرج. ولما تحب تبقى تعمل فيها كبير افتكر انك قتلت مرات صاحبك ناصر. فاكره؟ هي كبير. خلصونا من الموضوع ده بقى. نخلصك ازاي؟ ناصر خلاص خد قرار وتقريبا ابتدى ينفذه. عشان كده بقول الموضوع لازم يخلص. بس اللي انت بتقوله ده ممكن يذبح ناصر. لا بالعكس لا هيفوقه. طب افرض عملنا كده وما رجعش برضه؟ لا هيرجع. وجود ساره في حياته هو اللي مخليه ياخد قرار بانه يبعد. لكن لو ساره دي بقتش موجوده مش هيلاقي حاجه يرجع عشانها. اللي انت بتقوله ده مش سهل يا نجدي، مش سهل. يا جماعة ما نخليه يفشها مع واحد راجل وخلاص هو يسيبها بعد كده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فكي بقى بطل فكي. السارة دي لازم تقتل. سيد انت حمار. سيبنا لك المفهوميه قبل المفهوميه.
انت ايه اللي دخلك وسط العالم الوسخة دي؟ مهما كنت نضيف لازم ينوبك من وسخته. ملطوط ملطوط. امشي. بقول لك لو شفت الخلقة دي تاني بموتها. امشي امشي. فرج مشيته. طب اسمع، خلي عينك عليه، عايز اعرف بيعمل ايه بعد ما خرج. تبلغني بكل خطوه في ساعتها. بعدين يا فرج افهمك. طيب خلاص، لو في وقت بالليل هبعد عليك وقبلك. يلا سلام. Thank you.
لغايه ما اصحى الصبح الاقي البنت دي بقت رئيسه جمهوريه. البنت مسيطره ايه عليا دماغ. الله يستر. هي عندها دماغ بس، دي عندها دماغ وقسات وبومبيهات. البنت جامده جامده. باباك فرحان بيبقى قوي، زي ما يكون عيل صغير وجبت له اللعبه اللي بيحبها، شطان فيها بشكل غريب زي ما انا كده شطان فيكي. اه يا حبيبي، بس هو بيعبر عن الشطه دي فتح لها اتوليه مش انا. عيني عليك يا رولا، محدش بيعبرك بحاجه. بقولك ايه، ما تجيبي حته من اي حته. وانتي هاتي حاجه من اي حاجه. بس بقى ايه يا طيار؟ عيب عيب. بقول لك يا فرج، البنت حبيبه مالها النهارده قايله قوي كده ليه؟ قايله يعني ايه؟ قايله يا نصر يعني ايه؟ قايله. اه تصدق صح، مع اني مش فاهم يعني ايه قايله، بس هي قايله وهايله، هايله قوي قوي قوي. حبيبه مش بس ديزاينر شاطره، حبيبه شاطره في كل حاجه. كل حاجه زي ايه يا مجدي؟ زي كل حاجه يا حياتي. انا عجبني فستان ريانا اللي عملها ايه، روي يزبك. بحب ديزايناته انا لروي يزبك، بس حسيته شويه هالمره مقلد ديور. عملت ايه في موضوع الكومباوند اللي كلمتني عنه؟ انا عندي واحد حبيبي، حبيب المحافظ. انت بس كلمني بكره قبل الساعه 10 في المكتب. اوكي. وانا هخلص الموضوع ده في 5 دقايق. انا عينيا ليك. في ايه يا ابني؟ روح صور بعيد. ايه يا مجدي في ايه؟ الراجل بيشوف شغل. ميرسي. انا اسف. اتفضل يلا. فبكره قبل 10 صباحا. اوكي. هخلص الموضوع ده. انا نفسي اخدمك من زمان. جات الفرصه. سيبت الحفلة وجيت ازاي؟ مش مهم، أنا آسفة. آسفة على إيه؟ وفي حاجة حصلت؟ الموقف الغلس اللي حصل من مجدي. مجدي مش غلطان، أنا وأنت اللي عاملين فيها عيال صغيرين وبنستهبل. مين اللي وداني أساسا؟ أنا اللي أستاهل. ما تتضايقش يا حمزة، أنا والله لما عمل كده كنت عايزة أديله بأي حاجة في دماغه. أنا عارفة إن أنت عندك حق، أنا غلطانة إن أنا قلت لك تيجي، بس أنا والله لما أصريت عليك عشان كنت عايزة أفرح بنجاحي وأنت موجود. أنت ما تتصورش أنا كنت حاسة بإيه وأنا شايفاك.
كنت أكتر واحدة فرحانة في الدنيا لغاية ما جه مجدي وكسر فرحتي. خلاص بقى انسي، بس احنا لازم فعلا نفكر بجد. أنا وأنتي مش صح. أنت كنت بتكتب إيه؟ ولا حاجة. فستان. فستان؟ تنفع؟ أنت هتنافسني ولا إيه؟ زباب. خالص. عايش
فين.